بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، فقد جاءني سؤال يسأل عن أسئلة عن حكم أسلحة الدمار الشامل، وهذا اصطلاح عسكري حيث تقسم الأسلحة إلى تقسيمات خفيفة ومتوسطة وثقيلة. الخفيف والمتوسط والثقيل طبعا هو نسبي، لكن هناك اصطلاحات معروفة. فهناك ما يجاوز هذه الأسلحة، يجاوز الأسلحة الثقيلة. الأسلحة الثقيلة أيضا تكون مركزة، إذا قلنا مدفعية مثلا أو الطيران له هدف محدد يقوم بقصفه، لكن أسلحة الدمار الشامل هي لا تفرق بين الأهداف، ومهمتها إخضاع العدو وإركاع العدو بأي طريقة كانت، حتى لو كان بالإبادة الجماعية، مثل الأسلحة النووية، القنبلة الذرية هذه التي استخدمت مثلا في ناغازاكي وفي هيروشيما، حيث دمرت البلاد والعباد والأرض وما عليها ومن عليها، بل تركت آثارا سيئة بعد الحادث بأكثر من 70-80 سنة. فما حكم استخدامها في الشريعة الإسلامية؟ نقول في هذا الكلام كما عودناكم دائما، نقول بالتأصيل، نقوم بالتأصيل. الأصل في هذا الباب هو المنع، المنع من أن يؤخذ البريء بجريرة المسيء، وهذا مبدأ قرآني من المبادئ التي قام عليها الفقه الإسلامي، ألا تزر وازرة وزر أخرى. فلا يجوز أن يؤخذ بريء بذنب ظالم، هذا هو الأصل، وهذا مقرر، هذا المقرر الأول. المقرر الثاني، الله سبحانه وتعالى من مقاصده، من مقاصد تشريعاته التي أنزلها علينا، الحفاظ على الحرث والنسل، لا أقصد المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية وإن دخلت في بعض أبوابها، ولكن أقصد مقاصد النصوص، كل نص له مقصد. فالله سبحانه وتعالى حينما يتحدى، حينما يقول وإذا يتكلم عن الكافر أو المنافق، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. إذن إهلاك الحرث والنسل من الفساد الذي لا يحبه الله سبحانه وتعالى. فالأصل في هذا، في إهلاك الحرث والنسل، الفساد، إضافة إلى القواعد الشرعية المرعية كقاعدة لا ضرر ولا ضرار، أو قاعدة الضرر يزال، لفظ القاعدة الضرر يزال، والحديث النبوي يقول لا ضرر ولا ضرار. فليس لي، وأنا الإنسان المسلم أن أبدأ، لكن مع الأسف الشديد المسلم لا يمتلك شيئا من ذلك. طيب، هل امتلاكها ممنوع أو حرام؟ لا، ليس ممنوعا ولا حراما، لأن هذا من الردع. ما هو الردع؟ أن تمتلك أسلحة قوية لا تستخدمها، تجعل الطرف الآخر يحترمك ويحسب لك ألف حساب. فهذا المفهوم، مفهوم الردع، داخل في الإعداد القرآني، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. إذن امتلاكها لا إشكال فيه، خاصة إذا ما كان لها استخدامات سلمية. استخدامات سلمية مأمونة ومضمونة، بحيث لا تكون الكوارث بعد ذلك. يعني والله نأتي بسلاح نووي نستخدمه في الطاقة البديلة، ثم بعد ذلك يخلف نفايات لا نستطيع أن نتخلص منها، وتكون عبا على الأرض والسماء. هذا
من الضرر الذي يجب أن يزال. فتملكها للردع لا إشكال فيه، استعمالها الأصل فيه والتحريم للأدلة والقواعد التي ذكرناها، ومن ذلك أيضا السلاح الكيميائي لأنه يقتل كل الأحياء، كل الأحياء، كل من يتنفس في هذا الحيز الذي أطلق فيه السلاح الكيميائي سيموت. هذا مخالف لدين الله سبحانه وتعالى، مخالف للإسلام. طيب الإنسان المسلم المحاصر إذا ما اضطر إلى شيء من ذلك، هنا تأتي قاعدة أخرى تقول الضرورة تقدر بقدرها، فلو اضطر إلى استعمال شيء من ذلك لابد أن يكون محصورا، أما إذا كان منتشرا ويصيب الناس جميعا ويؤذي الأرض ومن عليها وما عليها فهذا حرام لا شك فيه. مثل هذا السؤال قد يقول قائل من الناس المستمعين، يا أخي أنت تتكلم عن أشياء لا أحد يأخذ يعني لا أحد يهتم بها ولا أحد يلتفت إليها، الأمم أمم البغي الآن هي التي تمتلك السلاح النووي والسلاح الذري وتعاقب من امتلكه من الصغر. نعم هذا حق مع الأسف الشديد، ولكن هذا علامة وأثر من آثار انحطاط المسلمين، هذا مما خسره العالم بأسره بسبب انحطاط المسلمين. المسلمون كانت حضارتهم حضارة قيم، فحينما كان لهم يد وقوة باطشة في العالم كانوا يستطيعون التدخل، ويستطيعون التدخل من أجل القيم، من أجل المحافظة على هذه الحياة. الله سبحانه وتعالى قد استعمرنا في هذه الأرض لا لندمرها بل لنعمرها، ومن أجل أن نحافظ على الحياة البرية وعلى الأحياء. يعني هذه الأحياء الله سبحانه وتعالى وصفها بأنها أمم، إلا أمم أمثالكم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرتكم بقتلها. إذن الأممية وهو بقاء الأجناس والأنواع مقصد جاءت به الشريعة في الكتاب والسنة، فحينما يقوم الإنسان بسلوك أو نشاط يؤدي إلى إتلاف الأنواع وإلى تدمير الأرض، الأرض هذه التي تسبب الأمن الغذائي، إذا حرثت وزرعت الناس يأكلون، إذا منع الزرع فيها جاع الناس، أسلحة تدمر هذه الأرض وتجعلها غير صالحة للزراعة ربما لقرون عديدة، كل ذلك حرام. ولكن الذي لا يستمع إلى كلام المسلمين تبقى هذه أحكام الله سبحانه وتعالى سواء عمل بها أو لم يعمل بها. هذه الأسلحة كلها قد انتشرت وتطورت بعد أن سيطر على الناس الفكر المادي، بعد أن سيطر على الناس الداروينية وقضية البقاء للأصلح، فاسمها الداروينية الاجتماعية. أسلحة جرثومية، إيش أسلحة جرثومية؟ أسلحة جرثومية يعني تنشر أمراض في كل مكان، هذا كل ذلك من الكوارث الخطيرة جدا التي جاء الشرع لمنعها. أسأل الله سبحانه وتعالى العلي الكبير أن يعيد للمسلمين مجدهم، وأن يحفظ بلادهم، وأن يعيننا على قمع هؤلاء الناس الذين يعيثون في الأرض فسادا وهم يتحدثون عن الإرهاب صباح مساء، يتحدثون عن الإرهاب وقمع الإرهاب، وهم الذين يزرعون الإرهاب، وهم الذين ينمون الإرهاب، وهم الذين يدعمون الإرهاب في كل مكان، ثم يحاولون وصم المسلمين بالإرهاب. كل ذلك من الإرهاب، وكل تلك الوسائل وتلك الأشياء التي تدمر الأرض
وما عليها ومن عليها، كل ذلك لمن يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى لأول وهلة ويفهم اللسان العربي يعلم أن ذلك ممنوع. قلت يستثنى من ذلك حالة الردع أو الحالة السلمية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.